حلوة ومرة. بأي وقت بيتم زواج بول ماكارتني نجم فريق البيتل السابق من سيدة الأعمال بنيويورك نانسي شيفال؟ الخبر تنقلته وسائل الإعلام العالمية من لحظة ما كشف ماكارتني ب 14 أيلول عن تسجيل إعلان زواجه بمكتب ويستمينستر لتسجيل الطلبات بوسط لندن، وهو المكان نفسه اللي عقد فيه زواجه الأول من 40 سنة. وزواج العريس ماكارتني ابنة 69 سنة من شيفال البالغ عمره 51 سنة رح يكون الثالث لقلو، وكان بدأ مواعدة شيفال بعد انفصاله عن زوجته الثانية عارضة الأزياء السابقة هاذر ميلز. أما زواجه الأول فكان من المصورة الأمريكية ليندا إيستمان، ودام مدة 29 سنة حتى وفاتها بعد صراعها مع المرض. ماكارتني عنده 5 أولاد بينهم 4 من زواجه الأول. وبيبقى نقول من برنامج حلوة ومرة لبول، ما زالت الأفراح بديار ماكارتني دايمة.